للحديث عن الأزمة السياسية في باكستان وتوجه رئيس الوزراء عمران خان لحل البرلمان بعد محاولات المعارضة سحب الثقة منه. معنا من إسطنبول الكاتب والصحفي الباكستاني أحمد حافظ. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ما خلفيات محاولة سحب الثقة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؟ هل بالفعل تقف وراءها جهات أجنبية كما يقول؟ تحية لكم للسادة المشاهدين. نعم، في الحقيقة مجلس الأمن القومي الذي انعقد في الأيام الماضية قرر أو أنه أقر بهذه التدخلات الأجنبية في البلد في هذه المسألة، حيث أن هناك رسالة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفير الباكستاني في واشنطن، نعم، وسلمها عمران خان، وبناء عليه انعقد مجلس الأمن القومي وأقر ذلك. هذا يعني أن هناك تدخل خارجي فيما حدث اليوم في الصباح. نعم، لكن هل تعتقد أن توجه عمران خان لحل البرلمان سيحل المشكلة السياسية في باكستان؟ هل ستجرى الانتخابات كما هو متوقع لها مثلا؟ أعتقد أن رئيس الوزراء الباكستاني قام بحركة ذكية جدا لكي يستطيع أن يعود مرة أخرى بحكومة أقوى مما كانت عليه، لأنه كان يعتمد على المتحالفين معه ولم يفز بأغلبية مطلقة ومريحة في الانتخابات الماضية. هذا من جانب، وأيضا هو يعتمد على يعني إنجازاته في المدى القريب، يعني أو لنقل الاستقرار الاقتصادي البسيط فيما يتعلق في أسعار البنزين والكهرباء وهذه الأمور التي قامت الحكومة بتغطية بعض نفقاتها. نعم. بناء على أنتم تعرفون أن أسعار البنزين وأسعار الكهرباء ارتفعت بشكل كبير جدا بسبب الأزمة الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا. سيد أحمد، كيف نقرأ دور الجيش فيما وصفها خان محاولة الانقلاب ضد حكومته؟ هل هو بمعزل بالفعل عن هذه التأثيرات؟ هذه المرة الجيش قرر أن يشاهد المشهد من بعيد، المشهد السياسي من بعيد. نعم. ولم يتدخل بشكل مباشر فيما يتعلق بالمعارضة وقرارهم هذا في البرلمان، لأن الجيش في المرات الماضية كان يدعم حكومة معينة أو يدعم حزب معين ويوصله إلى السلطة، لكن هذه المرة ربما لأن يعني ربما يعني قرروا أن يروا مدى الخطوات التي سيتخذها رئيس الوزراء عمران خان، وكيف سيتصرف في هذه المسألة في حجب الثقة. نعم. إلى أي مدى يمكن القول أن باكستان تدفع حاليا ثمن مواقفها لا سيما مع أفغانستان؟ ألا يحق لإسلام أباد أن تقف على الحياد تجاه بعض قضايا المنطقة لا سيما بما يتعلق في جيرانها؟ باكستان لا تستطيع أن تقف على الحياد فيما يتعلق في مسألة أفغانستان وفيما يتعلق بالجوار الباكستاني، لأنها أمور تتعلق بالأمن القومي الباكستاني، مثل ما يتعلق بقرار حجب الثقة الذي جاءت به المعارضة كان مدعوما من الخارج، فبالتالي تم إسقاطه بناء على المادة الخامسة من الدستور. أيضا نفس الشيء فيما يتعلق في مسألة أفغانستان، فالأمور التي تحدث في أفغانستان تؤثر بشكل أو بآخر على باكستان، وتضر حتى بالاقتصاد، اقتصاد باكستان، وتضر بالاقتصاد الإقليمي ككل أيضا. نعم. إلى السؤال الأخير سيد أحمد، يعني هل تعتقد أن تستطيع المعارضة الإطاحة بعمران خان ولو في الانتخابات القادمة؟ وإلى أي مدى تعتقد كذلك بصلابة موقف خان؟ هناك احتمال أن لا ينجح رئيس الوزراء الباكستاني في الانتخابات القادمة، ولكن هو كما قلت يعتمد على إنجازاته في المدى القريب في هذه الأشهر التي قام بدعم الكهرباء والبنزين،
وأيضا هناك مسائل أخرى تتعلق بالميزانية، وأن الغلاء سيرتفع بعد الميزانية القادمة، فلذلك هو يريد أن يستغل الفرصة الآن ويأتي بأغلبية مريحة، وكذلك يستفيد من مظلوميته في هذه الأزمة، حيث أن الشعب كله أدرك أو نعم رأى أن هناك تدخل خارجي في مسألة قرار حجب الثقة في البرلمان. نعم من إسطنبول كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والصحفي الباكستاني أحمد حافظ، شكرا جزيلا لك.